ولفتت صبا مبارك الأنظار بإطلالتها يلي تميزت بالستايل الإليجنت والسيمبل بفستان من تصميم زهير مراد. وشاركت صبا مجموعة من الفيديوهات والصور خلال مشاركتها بالمهرجان على حسابها على الإنستغرام، جمعتها مع فريق عمل فيلم أميرة. هالفيلم يلي تصدر عرضه العالم الأول لترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التصفيق لوقت طويل لفريق العمل إعجاباً بالفيلم. أكثر من نص ساعة تسليم. لا كان فظيع وأوفرولمينج، والإيموشنز تبعت الناس مبينة وإحنا قاعدين بالصالة، وكل البودي لانجوج تبعته هيك مشدود للفيلم، فكان كثير فيلم. إطلالات المشاهير على الريد كاربت والندوات. راح يختتم مهرجان فينيس السينمائي بكرة فعاليات دورته 78. ومن بين أكثر النجمات يلي كان لها حضور قوي بالمهرجان هي بانيلوبي كروز يلي شاركت السنة بفيلمين. الأول هو مازريس باراليلاس يلي انعرض يوم الافتتاح وبتلعب فيه دور مصورة محترفة وبتميل أحداثه للدراما، ورح ينزل رسمياً بالسينمات بشهر ديسمبر. وهو بيختلف تماماً عن فيلم الثاني أوفيشال كومبيتيشن يلي يعتبر كوميدي بامتياز، وأيضاً أحد الأفلام المشاركة بمسابقة الأسد الذهبي. وبما أنه بيشارك البطولة أنطونيو بانديراس، فشفناهم سوا على الريد كاربت في العرض الأول، واختارت بينيلوبي إطلالة باللون الأبيض من شانيل، وهو نفس اللون اللي غلب على معظم إطلالاتها، من بينهم كمان الفوتوكول اللي انعمل قبل عرض الفيلم واتطلت بفستان أبيض قصير. أما من النجوم الشباب يلي أثبتوا تواجدهم فهي كريستين ستيوارت يلي انعرض فيلم سبنسر للمرة الأولى بالمهرجان، وهو الفيلم يلي بتجسد فيه حياة الأميرة الراحلة ديانا، وهو أحد الأفلام يلي نافس بالمسابقة الرسمية وتلقت عليه العديد من الإشادات من الجمهور والنقاد. والبعض استبق الأحداث ورشحها فعلا لتكون على قائمة الأوسكار، وكمان شفنا كل من إميليا وإلايزا سبنسر بنات شقيق ديانا يلي طلوا بفساتين من توقيع ألبرتا فريت. ومثل كل سنة أيضاً النجوم العرب كان لهم تواجد في مهرجان فينيس، مثل ياسمين صبري اللي شاركت بإيفنت خاص بكارتييه كونها الوجه الإعلاني لهم، واللي انحكى طول الأسبوع عن العقد الثمين اللي كانت لبسته واللي قالت إنه غير قابل للبيع. ومن نجوم السعودية شفنا يعقوب الفرحان يلي كان ضيف على جالا دينر الخاص بمهرجان البحر الأحمر يلي انعمل على هامش المهرجان، وأكيد كمان كان في حضور مميز لصبا مبارك يلي شارك فيلم أميرة بمسابقة أفاق. ولفتت صبا مبارك الأنظار بإطلالتها يلي تميزت بالستايل الإليجنت والسيمبل بفستان من تصميم زهير مراد. وشاركت صبا مجموعة من الفيديوهات والصور خلال مشاركتها بالمهرجان على حسابها على الإنستغرام، جمعتها مع فريق عمل فيلم أميرة. هالفيلم يلي تصدر عرضه العالم الأول لترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التصفيق لوقت طويل لفريق العمل إعجاباً بالفيلم. أكثر من نص ساعة تسليم. لا كان فظيع وأوفرولمينج، والإيموشنز تبعت الناس مبينة وإحنا قاعدين بالصالة، وكل البودي لانجوج تبعته هيك مشدود للفيلم، فكان كثير فيلم. العرض الفينيسيا كان اللحظة الصادقة اللي أنت بتعرف فيها مجهودك في السنين اللي فاتت دي كلها راح فين، يعني انت كنت صادق والقصة وصلت الناس ولا لا. وكان أكبر تحدي عندي إن أنا عايز أعمل حاجة أعلى من اشتباك، فاشتباك كان خد ستاندينج اوفيشن في كان حوالي 3 او 4 دقائق، وكانت لحظة عظيمة والفيلم استقبل بشكل بحرارة اشتباك في كان. ستاندينج اوفيشن يعني تسقيف ووقوف الجمهور. فأميرة الحمد لله كان الاستقبال كمان احر، والناس فضلت تسقف بعد الفيلم اكتر من 7-8 دقائق، لما يعني انا كنت عايز اقوم احضن كل انسان، لان كنت شايف في عينيهم قد ايه هم متأثرين بالقصة وقد ايه ان مجهودنا وصل، والمعاناة اللي كنا بنتكلم عنها في الفيلم، معاناة الشخصية الرئيسية وصلت. وبيحكي الفيلم يلي ألفه الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب قصة أميرة مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح اصطناعي بسبب تواجد والدها نوار بالسجون الإسرائيلية، والظروف بتجبرها إنها تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها. فيلم أميرة جات لي فكرته بعد ما قريت مقالة عن إن الأسرى الفلسطينيين بيهربوا نطف علشان يخلفوا. قصة كانت مذهلة طبعا بالنسبة لي، وأوحيت لي بفكرة درامية خلتني أفكر جامد إيه اللي ممكن يطلع من القصة دي، وش حياة الناس دي شكلها عامل إزاي. وأكبر صعوبة كانت بتواجه إن إحنا نعمل فيلم زي ده هي الإنتاج، لأن إنتاج أي فيلم مصري على قد ما هو صعب فهو بالتأكيد أسهل بكتير من إنتاج فيلم فلسطيني، إن الفيلم المصري في الآخر بيعرض في سينمات وفي فرصة إنه يجيب إيرادات. الفيلم الفلسطيني اعتماده الأكبر على إنه يتباع في دول كتير، ومش الموضوع مش سهل. فالموضوع خد سنين اجتهاد مني ومن خالد ومن شيرين ومن سارة جوهر مراتي والمنتجة معايا في الفيلم،
كنا محظوظين انه منى عبد الوهاب ومحمد حفظي ومعز مسعود تحمسوا لانتاج الفيلم وهشام العربي وبسببهم الفيلم اتعمل. وبيشارك صبا مبارك بطولة الفيلم عدد من النجوم العرب مثل علي سليمان، قيس ناشف ووليد زعيتر، وهو من اخراج محمد دياب وانتاج مصري اردني فلسطيني مشترك. احلى حاجه في انتاج فيلم بقى فلسطيني هي ان انت بتتعامل مع الممثلين الفلسطينيين. طريقه السينما في فلسطين كلها ما فيهاش نظام النجم اللي موجود في الاماكن اللي فيها انتاج سينمائي قوي زي هوليوود وزي مصر، بمعنى ان اي نجم هناك لو في سيناريو عجبه ما عندوش حسابات اخرى هيجي لو الدور عجبه مهما كان. عشان كده كنت محظوظ ان انا قدرت في الفيلم ده ان احنا نجيب يعني نخبة من النجوم الفلسطينيين في الفيلم ده. كنت محظوظ جدا بالموضوع ده واستمتعت جدا لان مستواهم التمثيلي راقي. التواجد هناك فيلم أميرة السنة دي كان ليه طعم خاص جدا. طبعا استقبال الفيلم كان يعني كمان أضاف كتير للفرحة اللي احنا كنا فيها يعني. ومش بكلم بس على استقبال من الجمهور، بكلم على استقبال من النقاد من الإعلام. وطبعا يعني الفيلم ده بالنسبة لي خاص جدا لأن أول مرة يمكن كمنتج مصري يعني وكمان محمد دياب كمخرج مصري إن احنا نتناول قصة فلسطينية. أول مرة بنتبه إن الفيلم بدون موسيقى باي ذا واي. أنا بدون موسيقى لأنه من غير موسيقى بحيث أنا لما أذن الأذان قلبي وقع خلص يعني. شفته في لحظة الصمت اللي هو الفيلم كمان حيشارك ضمن مهرجان الجونة السينمائي اللي راح تنطلق فعالياته يوم 14 أكتوبر القادم ليكون العرض الأول له بالعالم العربي، وهو من ضمن الأفلام اللي راح تنافس بمثابة الأفلام الروائية الطويلة إلى جانب أفلام تانية مثل ريش للمخرج عمر الزهيري وعلي صوتك للمخرج المغربي نبيل عيوش.